أيضا من جملة كلام هذا الرجل وهذه النصيحة رواها عبد الله بن طاووس عن أبي قال: قال أبي: يا بني صاحب العقلاء. ودي مسألة مهمة جدا، أيها أفضل، عدو عاقل أم صديق أحمق؟ أيها أفضل، عدو بس عاقل أفضل ولا صديق بس أحمق؟ أيها أفضل، من يجيب؟ إيه؟ عدو عاقل أفضل من صديق أحمق؟ إيه؟ لا، احنا دلوقتي بنخير. نعم، لا ثم خلاص يعني خلصنا. لو في هناك اختيار نختار مين؟ الأحمق تختاره؟ مين قال الأحمق؟ عشان بس ندفعوا 10 جنيه. دكتور إسلام؟ لا، يبقى 20 جنيه. طيب ماشي، نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. مما لا شك أن الأفضل هو العدو العاقل. لماذا؟ لأنك تعرفه وتعرف ما يصنع، تعرفه وتعرف ما يصنع، وتعرف خلاله وتعرف نظامه. هو رجل عاقل، والعقل له نظامه، وبالتالي تستطيع أن تعرف حاله وأن تعرف ما الذي ينبغي أن تصنعه حياله. أما الصديق الأحمق فربما أرداك من حيث يظن أنه يصلحك أو يعينك، يعني دي مسألة يعني صعبة جدا. ممكن يكون صديق ولكنه أحمق، لا تتعلم منه ولا تقترب إلى الله تعالى من خلاله، ولا يمكن أبدا أن يأخذ بيدك إلى بر أو أن يحجزك عن سوء، بل ربما أوقعك في المهالك بسوء عقله أو بسوء ظنه، بسوء عقله أو بسوء ظنه. والأولى من الاثنين دول بالفعل لا هذا ولا ذاك، ولكن هذا هو الاختيار. وليس معنى أن العدو إذا كان عاقلا أن الإنسان يركن إليه، لا، هذا خطأ. مشكلة صدام حسين في حرب الخليج أنه صدق العدو العاقل قبل حرب الخليج الأولى سنة 1991. قبل هذا التاريخ كان هناك الصفقات لإعمار الكويت وجنوب العراق بين الشركات الأمريكية واليابانية والفرنسية، كل واحد واخد نص الحصة بتاعته قبل الحرب بسنين، مرتبين كل حاجة، منظمين كل حاجة، وأغروا بصدام وزينوا له غزو الكويت. فلما دخل الكويت ضربوه ودمروا جيشه، ثم بعد ذلك تعقبوه حتى كان القضاء عليه في 2003. يبقى مشكلة صدام ان هو ايه؟ ان هو صدق العدو العاقل. اياك ان تصدق العدو العاقل، ولكن لابد ان تحذره، لابد ان تحذره. فكل انسان يركن الى عدوه او لا يحذر عدوه فهو ليس بالعاقل، ليس بالعاقل. ايضا ربما يكون القريب او الصديق حمقه في عدم ديانته الديانة الصحيحة. يعني افترضنا مثلا صديق لك وقال لك أنا هعمل كذا، شوف ربنا هيعمل معايا إيه، لو كان ربنا يحبني هيمنعني من المعصية دي، ولو ربنا مش بيحبني يسيبني أعمل المعصية دي. ممكن بعض الناس لا سيما الشباب يقول لك أنا هشوف الفيلم الفلاني إباحي وما إلى، إن كان مصيبة متلتلة وربنا مش راضى عن كده ومش عاوزني اعمل كده ربنا يمنعني والا ربنا هيسيبني. هذا احمق. لماذا؟ لان الله تعالى لا يبتلى،
العبد لا يبتلي ربه، وإنما الرب هو الذي يبتلي عبده. هو عكس الآية. هو مين اللي بيختبر؟ ربنا ولا بيختبرنا، ولا احنا بنختبر ربنا؟ مين اللي بيختبر؟ ربنا. فكيف ينصب من نفسه مختبرا لله عز وجل؟ ده حمق. يبقى حتى لو كان صديقك فهو ماذا؟ فهو أحمق. فدائما العقل يعني زين، ومن شيم يعني الأقوياء والرجال. ولهذا طاووس بيقول لابنه: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم. وطبعا دي يخش في هذه المسألة أهل العلم وأهل الفضل، صاحبهم حتى لو ما انتش منهم، هانت إيه؟ بتنسب إليهم، تنسب إليهم. لما يذكر أهل العلم واحد فيهم ليس منهم يذكر أيضا منهم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسلم وفي غيره: إن الله تعالى ملائكة يطوفون، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا فحفوهم. ففي الحديث أن الله تعالى يسأل ملائكته وهو بهم عليم، أي هو عليم بعباده، ماذا يطلبون؟ قالوا: يسألون الجنة ويستعيذون بالله من النار. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. لكن هناك رجل أتى لحاجة، يعني لم يأتي من أجل هذا المجلس. مثلا هو رجل صيدلي ولا طبيب عيون مثلا، وبعدين واحد عينه حصل فيها يعني تعب، فراح فقالوا لا، هو في مسجد عباد الرحمن. إذن أتى للمسجد ليس من أجل المجلس، وإنما من أجل الحاجة. بس هو من حيث الجملة هو فين؟ مع هؤلاء القوم. فقالت الملكة: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما أتى لحاجة. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يبقى الإنسان بيبقى مع الجلساء، مع الرفقاء. والعكس ممكن رجل ملوش دعوة بحاجة، بس راح القهوة علشان يجيب واحد يبيض له المحارة وما إلى ذلك، والقهوة دي كلها ناس بتوع حشيش ومخدرات، طبت عليهم الشرطة أخذتهم كلهم، يقول لهم: أنا ماليش دعوة، فأنا جاي علشان أخذ الراجل يعمل لي المحار. يقول له: برضك تعالى معانا. ويقعد له شهرين ثلاثة لغاية بقى الفيش والبتاع والعرض والكلام ده كله. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء وانظر إلى هؤلاء. فالعقل أن تزاحم أهل الخير وأن تنتسب إلى أهل الخير حتى ولو لم تكن منهم، حتى ولو لم تكن منهم. ما يجيش واحد يقول: يا عم أنا ما بعرفش أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الدروس ثقيلة، حتى لو مش هتفهم حاجة ستفهم، تعال، يكفيك أنك في بيت الله عز وجل، فإذا نزلت رحمة الله عز وجل أصابتك منها. فانظر إلى هذه النصيحة الغالية، إن الأب بيقول لابنه: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهالة. الجهال قد يعنى بهم ضد العلم الجهل، وقد يعنى بالجهل السفة، يعنى بالجهل السفة. ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. زي ما نقول البلد اللي يحدفني بالمية أحدفه بالنار، ده سفه، هذا جهل، أي سفه وحمق. فلا تصاحب الجهال السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. سبحان الله، لو مشيت مع الناس الوحشة، الناس اللي مش الذين لا يعرفون التزاما ولا ديانة، الذين يضيعون أعمارهم فيما لا يفيد، لو مشيت معهم تنسب أيضا.
إليهم.